وأخيرا وبعد سنتين من الانتظار، تكلم الصندوقين الأسودين لطائرة الإيرباص التابعة لشركة إير فرانس التي تحطمت العام 2009 في المحيط الأطلسي خلال رحلة قادمة من ريو دي جانيرو في البرازيل. وكشف مكتب التحقيقات الفرنسي أن الطائرة تعطلت عن العمل وسقطت خلال 3 دقائق ونصف فقط. وتوصل المكتب إلى أن مؤشرة السرعة قد تعطلت عن العمل، مما تسبب في حصول الطاقم على معلومات خاطئة بعدما عانى من قراءة السرعة المتناقضة. أن يتواجد صندوقين الأسودين هنا نعتبره مصدر ارتياح، إنه نبأ عظيم بالنسبة لنا، إذ سيمكن من التعرف على حقيقة الحادثة. الآن من الضروري أخذ الوقت الكافي لتحليل الصندوقين والتوصل إلى استنتاجات تستند على الحقائق الملموسة. التقرير قال إن الطائرة حلقت على ارتفاع 38,000 قدم وبدأت بعدها هبوطا دراماتيكيا. خبر وصفته شركة الإيرباص المصنعة للطائرة بأنه خطوة هامة في فهم أسباب الحادث.